مرحبا بكم في المشهد التونسي. يعني رمزي، انت من الناس اللي منظمين الاضراب الجوع، كان تحكي لنا اليوم شنو اللي صار. ساعة منظموا اضراب الجوع اللي طلبوا مني رايي في اضراب الجوع الجرحى وانا تضامنا معهم. كي تعطينا اسم الاخرين صار باش ما منصر بن عمر، محمد منصر بن عمر من كرم الغافي. مرحبا بك. زوز جرحى في وائل سيد الرصاصة نهار 9 جوان في حي الزهور بالياسمين، ومنصر بن عمر سيد الرصاصة نهار 13 جوان في كرم الغافي. نحب الميساج اللي نحب نوصلوه، الرسالة اللي نحب نوصلوها عن طريق الضرب تاع هذا هو انه مش معقول تتعدى 9 شهور اهمال طبي ونسيان كامل ثم ناتي على مشارف انتخابات ونرمي كلام حقن مخدره وكلام وهاو باش نكتبوا على ورقه. انا كلمه قالها وائل في الندوه الصحفيه البارح وقت اعلان الضرب تاع كلمه قالها قاعده محفوره في ذاكرتي هو هما كي خرجوا ما استناوش ورقه باش يخرجوا يواجهوا وائل القمع نتاع النظام بن علي. منصر كان تحكي لنا معناها انت اليوم معناها مضرب على التعب اليوم رينا رشاد اليوم ما عندكم نهارين اليوم شفنا رشاد محمدي يعني تم تقريبا تسويه وضعيته وهزوه للمستشفى العسكري مش هكا؟ شكون؟ رشاد محمدي قال معنا تو. اي هزوه المستشفى العسكري. هزوه للارجونس. الارجونس تاع المستشفى العسكري. انا مش قلت هزوه يركضوا. ومازلنا ماناش معناها واثقين متاكدين 100% كونهم هما معناها من بعد باش طلعوه للسيرفيس. فهمتك. فهمت؟ نحن وغدوه الحي، كان طلعوه هو غدوه الحي للسيرفيس. ايوه. فبها هو نعم. ما طلعوهوش للسيرفيس. نوليو نمشيو نحن كنا غاديك سبيتال ميليتير ونقوموا باللازم نحن ويطلع للسيرفيس خاطر الانسان يلزمو يتعالج. اللي هو وضعيته صعيبه وكتبنا عليه صعيبه. الناس سكالي في بدني يقول لهم عملت لي فيكسيون معناها تعب بدني كل تعب. احنا كتبنا عليها ديجا في المشهد التونسي وفعلا معناها وضعيته صعيبه برشا. الاضراب اللي عملناه تو زاد تعب برشا. هو معناها مضرب على الطعام. هو عنده جواه ياخذ فيه فهمتني ما يساعدوش يوقف على الماكله فهمتني ياخذ على الطعام وتخلى معنا في ضرب الجوع هو وامه. باهي وانتم يعني بعد اللي سمعنا الكلام على اللي عملوا هيئه عليا وحكايه الشهداء وكذا هل اتصلوا بكم؟ هل معناها الاجراءات الجديده هذه دخلت حيز التنفيذ؟ لا اتصلوا بينا ما جانا حتى حد ما رينا حتى حد مش من تو من اللي تضربنا ما جانا حتى واحد ما رينا حتى حد. معناها خذيتوا الثلاثه منين تاع التعويض هذوكم ولا؟ كما قالوا هما تسبقه سياسيه. شكون قال هك؟ والله في برنامج في حنا بعد في تعدي فيها في الاخت لا اسمها قرر هذيك تسبق عربيه هم هي معلقيه معناها هي هم يقولوا اللي يحبوا معناها. لا نحكي على الحكومه معناها الحكومه معناها من تو ما تصلتش هي تو نحكي عندها جماعتين ولا اكثر ومازالوا ما لا على المرسومه اي المرسومه تو مازال ما باتش كل اوكي فما حتى شيء ماخذين راحتهم معناها فما حتى شيء وتو مشينا سيرتي حشاد هي قابلتوها مشينا كامل هاو شي قلت لكم شو نعطيك بطاقه معالجه ايوا شو صورت مواضيعك حتى شيء برا الولايه وقتاش مشيتوا لهم سمحت؟ مشينا عندنا تو برسك جماعه اون سومان في الاقل مشينا للولايه هو خلق مشي للولايه مشينا له بيتال ميليتير بعد بعد الولايه انت سامحني مصاب مضروب مشينا لوبيتال ميليتير بعثونا للولايه مشيت للولايه بعثونا لتقص الحقائق مشيت تقص الحقائق بعثونا هما يبعثوا فيكم علاش شنو علاش يبعثوا فيكم؟ بس هكاك مش شوف معناها شوف بعد اخر مره بعد مشينا للهيئه العليا بعثونا وزاره الصحه هو بعث وزارة الصحة علاش؟ ليش؟ كل قلت لهم ما فهمش شيء ما تعرف كيما نزيك في بعضها. لا هو علاش قال لك امشي وزارة الصحة؟ اش قال؟ باش يشخصونا باش احنا تو مش قلت لهم تو مش قلت لهم تو مش قلت لهم تو صارت لهم خير.
تو تو ديكا بس من احنا نعطو 15 سفاري ساعه مش عم نعمل الكبده ولا ما عرفش انا ديكا يرجع كيما رشيد كيما رشيد كيما محمد جندوبي هاي محمد جندوبي وينه مش محمد جندوبي توا مازال في السبيطار البارح عمل عمليته محمد دخل 7:30 تاع الصباح خرج 11:30 بيت العمليه وان شاء الله تكلمت امه انا قبيله تمنتني هي فهمت كيف وان شاء الله لاباس مادام ما وقفش على ساقيه مازال فك الكرسي هذاك فهمت مش لاباس ونحن مادام مازلنا هكايا مسامر وحال حليله ما ماناش لاباس باهي معناها انتم هذه الحكومه اللي تعديت معناها اللي هي المفروض انها تمشي الحكومه تعرف شنو عملت انا حبسك على الحكومه اللي باش تجي بعد الانتخابات شنو باش تطلب منها معناها الاحزاب بنوصل الحكومه الاحزاب اليوم اصلا جايبين جماعه الاحزاب ما 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 كفولا في دوام صار ما الاحزاب ما ثم حتى حزب عمل معك موقف حتى حزب حتى اما كيف شكون جاي فما شكون جاي زاركم على الاقل وقف معاكم وعمل موقف حتى حزب حتى حزب حتى حزب ولا يبين خاطر فما حزب خارج بياناته ما بون زين حزب كتب عليه باهي شنو تقول للناس اللي باش تصوت نهار 23 اكتوبر ما تصوتش علاش ما تصوتش انتخبش علاش على خاطر مادام نحن العباد اللي عملت التيران تحطت اكوتي تحطت ابار ولينا بالغبره حطينا في الفريجو فهمت في الارشيف يا معلش ما تصوتش علاش ممكن معناها فما احزاب اللي اذا الناس صوتوا لها باش تعطيكم حقكم جاو الناس مش راح يصوتوا لها وما شافوناش في الكاهي هذه على 9 شهور تو واحد حتى واحد حتى حد مجان حتى حد خاطر بون انا مش قاعد ندافع ما شفت انا شفت بعض الاحزاب زاروا عائلة الشهداء يمكن ما زاروش ناس كل الجرحى ممكن ما واحد بس اللي احنا عايشين هذيك اخويا بروتوكول زاروا واحد فهمني ولا زوز حكايه فهمني وهزوا روحهم ومشي وهذا تو موقف انتم معنا تدعوا للمقاطعه هذا موقف سياسي تقريبا معنا يعني انتم هل متفقين عليه كلكم ولا كل حتى اللي يجي ويصور إيه معنا حتى لا. سامحني جات برشا اذاعات وصورت معنا وكلها قالت لنا رانا مانيش باش ندخلوا على خاطر لكن سامحوني يعني انت ما تخافش كي ما تصوتش تبقى نفس الحكومه في انا مقيد انا قيد اي ما كي انت كي الناس ما تصوتش شو مش يصير يعني إذا الناس تقاطع معناها مش تبقى نفس الحكومة لا 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 الناس باش تقاطع على خاطر عندها سبب هي ما فهمت يعني النتيجة نتاع المقاطعة هي إنه تبقى نفس الحكومة هذه ساعدكم؟ لا أي معناها ما ساعدناش نحن تبقى نفس الحكومة إي معناها هذا هو يعني وما ساعدناش ننتخب فهمتك يعني أنتم مش أوكي معناها باش تعملوا كيما نقولوا فهمت معناها ما كومش ضد الانتخابات الكل لكن أنتم موقفكم هو المقاطعة لأنكم مستائين من الوضعية هذه شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا